وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد السيد يوسف محمد محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران، أكد أن معرض البحرين الدولي للطيران شهد حضورا مميزا ومشاركة واسعة من قبل كبريات الشركات العاملة في مجال الطيران. شهد معرض البحرين الدولي للطيران هذا العام حضور متميز بعد الجائحة التي ألمت علينا جميعا والتي لقنا لها تأثير مباشر في قطاع الطيران، أحد قطاعات التي تأثر في هذا الشأن. ونحن اليوم نحتفل بعودة هذا المعرض إلى الساحة الدولية، وتعتبر البحرين الحاضنة مثل هذه المعارض الدولية، وهذه شهادة دولية من قبل الشركات العالمية المشاركة في هذا المعرض. فكانت المشاركة كبيرة من قبل الشركات، كبرى الشركات العالمية مثل شركة البوينغ والإيرباص ولوكيد مارتن بي سيستم وليناردو وروز رويس والعديد من الشركات الأخرى المصنعة للطائرات، المصنعة لمحركات الطائرات التي تعتبر هي المحرك الاقتصادي العالمي في مجال قطاع الطيران.